تبقى 4 كوبايات، 4 كوبايات من الثمن، من الكوبايات اللي هي 200 جرام. لكن طبعا انا خدت نص المقدار، عملت كوبايتين. المفروض هي بدل ما يعني كتشيل ال4 كوبايات، انا خدت كوبايتين كفاية وعملت نص المقدار. انتوا ممكن تعملوا لو انتوا بسم الله ما شاء الله يعني عيلة، ممكن تعملوا اللي هي المقدار كامل اللي هي بتبقى 4 كوبايات 200 جرام دقيق، او زي ما قلت قبل كده ان هي لو عملنا الكوبايات اللي هي العادية المجات مثلا، او الكوباية عادية العيار، فتبقى العيار كله خليه استغفر واحد، الله. ما نجيبش عيار مثلا السكر حاجة عيار واللبن حاجة والدقيق حاجة، لا هو كوباية واحدة بنعاير بيها كل المقادير، وبتبقى كده بتبقى حلوة ان شاء الله. نبتدي طبعا ان شاء الله بس تبرد، وبعدين هنعمل لها جناش كده من فوق. هي اساسا ممكن تعمل يتعمل لها شوكولاتة، يتعمل لها عادي كريمة، بس وانا حابة اعمل لها بس ايه عشان هي فيها ليمون، هعمل لها جناش الليمون من فوق كده بالكريمة، هتبقى حلوة قوي وكده. واول ما تبرد بس شوية هعملها، لاني ما اقدرش اعملها دلوقتي، بتبقى المنظر طبعا مش حلو، ممكن تتقطع، ممكن يعني تتبوظ، فهي لازم تبقى تبرد. ان شاء الله بكرة اعمل لها الجناش بتاعها، اشوف هعمل شوكولاتة ولا استغفر هعمل الله. ليمون، هشوف حسب رغبة الناس هنا كمان عايزين ايه بالظبط. هعملها لهم طبعا كل اللي هم عايزينه انا هعمله لهم. فهو دوت. نبتدي، ادينا عملنا حاجة من الاكل، عملنا حاجة بسيطة بردك ما فيهاش حاجة، من 2 كوباية دقيق، نص كوباية لبن، 4 بيضات، 2 بيكنج باودر اللي هو المعلقتين صغيرين ممسوحة، على كل كوباية دقيق في معلقة بيكنج باودر، بشر ليمونة اللي هي الطبقة الخارجية بتاعت الليمون، البشر بتاعها، ومن جوه خدت العصير بتاعها اللي هي الليمونة برده. يعني انا احتجت الليمونة واحدة، احتجت ال2 كوبايتين دقيق، خدت سمنة من كل دوت، خدت معلقة زبدة انا مسيحاها، ومعلقة زيت. انا ما بحطش، استغفر الله. مش بحب احط دهون كتير، يعني مش من الناس اللي بتحب الدهون كتير، يعني هي المفروض العيار بتاعها اساسا كوباية، كوباية ونص سمنة كمان، وكوباية ونص سكر، وانا مش هحط كل دوت. انا في السمنة وفي السكر انا بعمل اللي انا عايزاه، لكن في الدقيق انا بحط مظبوط، في اللبن بحط مظبوط، الحاجات ديت بحطها مظبوط. المادة الدهنية ما بقللها، ما بتبقاش ذات اهمية يعني قوي، لان انا اساسا لما بحط الجناش من فوق الوش صوص الشوكولاتة او صوص الكريم اللي اي حاجة، فكل الحاجات دي بتبقى غنية بالدهون، غنية بالزبدة اذا كان فيها، غنية بالحاجات الحلوة السكريات الزيادة، فكل دوت بيبقى مش هحتاج اكتر من كده. ونقلل شوية في السمنة بتاعتنا عشان الناس اللي عندها كوليسترول، بنقلل استغفر شوية في الله. السكر الناس اللي عندها سكر، وربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، وتبقى الأمور هادية. وطول ما الحاجة بتبقى هادية وطعمها هادي، ما بيبقاش بتاكلي منها وانت مطمنة، ما بتبقيش خايفة تاكلي حتة صغننة، حتة ما عرفش ايه، على اساس ان هو يعني بيبقى الواحد بيخاف من كل حاجة بصراحة، من طريقة الاكل ديت، لما بتبقى حاجة سكرها عالي، بتبقى حاجة فيها دهون كتير. فانا مش عايزة يبقى عندنا الموضوع دوت، اللي هو اللي احنا نبقى نخاف من الاكل، ونخاف من اللي احنا ناكل، ونخاف اللي احنا، فليه احنا ما نقللش كل الحاجات ديت، وتبقى الحاجة العملية مقننة بالنسبة لنا، ونقدر ناكل اللي احنا عايزينه بأقل الأمور، يعني بدل ما نبقى ناكل حتة كبيرة هناكل حتة صغيرة، فكل حاجة استغفر الله. بالخير الأمور الوسط، في حاجة صغيرة هتغنينا عن ده كله. يعني أنا دي إن شاء الله هتبقى تورتة حلوة قوي، وهعمل لها جناش حلو، وبفكر لها اعمل لها شوية حاجات حلوة، بالرغم انها ممكن تتاكل كده هتبقى حلوة جدا. يعني
بس لما بتبقى كريمة الليمون دي بتبقى تحفة جدا، بتبقى ممكن كمان نعمل اللي هي أفكار، ممكن تجيب اللبن المكثف المحلى دوت ويتحط فيها وتبشر فيها ليمونة، ونحط فيها بردك عصير ليمون ونقلب نقلبهم على اللبن المكثف المحلى، وبعدين نرمي على الكيك، بتبقى حلوة بردك، بتبقى جميلة جدا. او نعمل احنا الجناش بتاعها الليمون، نعمل الشوكولاتة، شوفوا اللي انتوا عايزينه ايه، كل واحد حر طبعا في الامور بتاعت الجناش والحاجات دي كلها. صوص الشوكولاتة بتبقى انا بحب صوص الشوكولاتة، ما بيبقى بحط لها حمام مائي اسيح الشوكولاتة العادية بتاعتنا اللي هي بتاعت الطبخ دي، وبحط بزود فيها الشوكولاتة اللي هي الجالاكسي، الكادبوري، الحاجات ديت، لان طبعا الشوكولاتة اللي هي بتاعت الطبخ بس لوحديها ما بتديش الطعم اللي احنا عايزينه، الا اذا ممكن نحط ديت ونحط عليها الكريم اللباني، بتبقى حلوة جدا. بنسيح الكريم اللباني وبنحط عليها الشوكولاتة، او العكس، بنسيح الشوكولاتة وبنحط عليه الكريم اللباني وبنضرب، وبنحط ممكن نحط كمان الكريم شانتيه اللي هو الباودر، ونحط عليه الكريم اللباني، ونحط الصوص الشوكولاتة اللي احنا هنسيحه، ونرمي كله على بعض ونقلب كله على بعض، وده بيبقى طعمه غني جدا وحلو جدا. وممكن نحط كمان حاجة كمان اللي هو الصوص الشوكولاتة، بنحط عليه حتة واحنا بنسيح على الصوص الشوكولاتة على النار، بنحط معلقة زبدة ونحط كريمة لبن، وده في الأمور ده بيبقى حلو طبعا، كل حاجة بتبقى حلوة وبنقدر ايه ناكل وبندي طعمه. وكل دول ما انت يعني تعملي حاجة جربي، يعني التجربة مش وحشة، اللي احنا نجرب واللي احنا نعمل ونشوف ده ايه. يا جماعة ان شاء الله هنعمل حاجات كتير مع بعض طبعا ان شاء الله.